بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد مدرسة التطوير الإلكترونية. درسنا اليوم لطلاب الصف الثالث ثانوي، مادة الرياضيات، فصل الدراسة الثاني. عنوان هذا الدرس هو المتجهات في الفضاء الثلاثي الأبعاد ثلاثة. في هذا الدرس سنتحدث حقيقة عن أمرين. الأمر الأول هو كيفية التعبير عن المتجهات في الفضاء جبريا، هذا واحد. أيضا بالإضافة لذلك سنتحدث عن طول، كيفية حساب طول متجه في الفضاء، وفي الختام سنتحدث بعض الشيء عن متجهات الوحدة في الفضاء أيضا. نعرف أن الفضاء مكون من ثلاثة محاور، طبعا محور X ومحور Y والمحور الثالث Z، هذا يمثل ما يسمى الفضاء. المتجه في الفضاء يشبه المتجه في المستوى الإحداثي، الاختلاف الوحيد أنك هنا تتعامل مع، بدل ما يكون عندنا النقطة الواحدة مكونة من زوج مرتب، إنما هيكون مكونة من ثلاثي مرتب، الإحداث الأول هو إحداثي X والثاني هو إحداثي Y والثالث طبعا هو إحداثي Z. فلذلك التعامل مع المتجهات في الفضاء سيكون شبيه جدا جدا بالتعامل مع المتجهات في المستوى الإحداثي. بداية سنتحدث عن الصورة الإحداثية للمتجه في الفضاء. ماذا يقصد بها؟ إذا كان عندنا متجه مثلا AB، لاحظوا معي هنا نقطة في البداية A ونقطة النهاية هي B، فبإمكاننا كتابة هذا المتجه بالصورة الإحداثية إذا علمنا إحداثيات النقطة A وعلمنا إحداثيات النقطة B. لاحظ مرة ثانية، الـ A لها ثلاث إحداثيات X Y وZ، والبي ايضا لها ثلاث احداثيات X Y وZ. هنا يهمنا كثير جدا معرفة النقطة البداية المتجه ونقطة النهاية المتجه، اي ان اتجاه هذا المتجه هو من A اتجاه نحو B، اذا البداية عند A والنهاية عند B. لذلك اذا اردنا ان نكتب المتجه بالصورة الاحداثية يكون بالصورة التالية، الإحداثي X للمتجه هو فرق X2 ناقص X1، لاحظ أن X2 هي إحداثي الـ B والX1 هي إحداثي مين؟ الـ A، فتصير X2 ناقص X1 هذا إحداثي X للمتجه، إحداثي Y للمتجه هو Y2 ناقص Y1، والإحداثي Z للمتجه هو Z2 ناقص Z1. طيب ناخذ مثال. المثال قال أوجد الصورة الإحداثية للمتجه AB الذي نقطة بدايته، ولاحظ هنا البداية عندنا A، سالب 2 سالب 5 سالب 5 هذه إحداثيات A، يعني إحداثي X سالب 2 إحداثي Y سالب 5 وإحداثي Y سالب 5. أما بالنسبة لنقطة النهاية وهي B فإحداثياتها سالب 1 و4 وسالب 2. تطبيقا لما درسنا قبل قليل هو أن الصورة الإحداثية للمتجه تكون X2 ناقص X1 Y2 ناقص Y1 Z2 ناقص Z1، ممتاز أحسنتي، وسيكون طبعا اللي هو سالب 1 ناقص ناقص 2 اللي بيكون طبعا ناتج كم حقها، سالب 1 ناقص ناقص 2 بتصير ناقص 1 زائد 2 معناها 1، ثم 4 ناقص ناقص 5 تكون طبعا في هذه الحالة 4 زائد 5 يكون الناتج 9، ثم سالب 2 ناقص ناقص 5 يعني يصير سالب 2 زائد 5 يعني يكون ناتج عندنا موجب 3، وبذلك نحسب إحداثيات المتجه وتكون بالصورة التالية 1 9 3. إذا إحداثيات هذا المتجه في الفضاء بالصورة أو الصورة الإحداثية لهذا المتجه هي 1 9 3. مثال ثاني، أوجد الصورة الإحداثية للمتجه AB الذي نقطة بدايته A سالب 4 0 سالب 3 B سالب 4 ناقص 8 9. مرة ثانية يهمنا كثير جدا 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 في عندما نكتب المتجه بالصورة الإحداثية معرفة نقطة البداية ونقطة النهاية، لأن إذا جينا الآن نحدد الإحداثي احنا هنطرح مين؟ النهاية ناقص البداية. مرة ثانية هذا بالإكس والواي نفس الشيء، النهاية ناقص البداية، الزد أيضا النهاية ناقص البداية. طيب إذا الصورة الإحداثية كما أخذنا قانونها قبل قليل تكون سالب 4 ناقص ناقص 4، سالب 9 سالب 8 ناقص 0، و9 ناقص ناقص 3.
باستخدام اللي هو الجمع والطرح الأعداد الصحيحة يتضح لنا أن الأحداث x للمتجه AB هو 0 والواي سالب 8 والزد 12. هذا بالنسبة لهذا المثال. طيب خلينا نتجه الآن للموضوع الثاني والفكرة الثانية لدرسنا اليوم وحساب طول متجه في الفضاء. إذا ثانيا طول المتجه في الفضاء. ذكر حنا لما كنا نتحدث عن المتجه في المستوى الإحداثي كنا نجيب القانون التالي: الجذر التربيعي للإحداثي فرق إحداثيات الإكس تربيع زائد فرق إحداثيات الواي تربيع. هنا ما دام نحن في الفضاء إذا سنضيف فقط إضافة اللي هو الإحداث الثالث اللي هو مين؟ الزد. وهيكون في هذه الحالة طول متجه ممتاز، طول متجه عندنا تحت مع AB وعندنا نقطة في البداية وعندنا نقطة في النهاية، سيكون بالقانون التالي: طول المتجه، ونتذكر الرمز انه المتجه، بعدين نحط ايش علامة الطول، الجذر التربيعي الكلي لفرق اكسات تربيع زائدا فرق الواي تربيع زائدا فرق الزد تربيع. طبعا معنى هذا انه اذا كان عندنا طبعا ايش اللي هو الصورة الاحداثية للمتجه وكانت A1 وA2 وA3، هنا بسهولة جدا اقدر اجيب الطول ويكون بصورة التالية: الجذر التربيعي A1 تربيع زائد A2 تربيع زائد A3 تربيع. مثال على ذلك: أوجد طول المتجه AB الذي نقطة بدايته A ونقطة نهايته B، وأعطانا إحداثيات الـ A وأعطانا أيضا إحداثيات مين؟ الـ B، إحداثيات الـ A وإحداثيات الـ B. مباشرة استخدم القانون الطول والجذر التربيعي الكلي الفرق إكسات تربيع زائد فرق الوايات تربيع زائد فرق الزد تربيع. إذا هيكون 3 ناقص ناقص 1 تربيع زائد 3 ناقص 4 تربيع زائد 8 ناقص 6 تربيع. طيب نيجي الآن 3 ناقص ناقص 1 يعني تصير 4، 4 تربيع إذا كم يساوي؟ 16. 3 ناقص 4 يصير سالب 1، سالب 1 تربيع كم يساوي؟ 1. 8 ناقص 6 يساوي 2، 2 تربيع كم يساوي؟ 2. إذا حسبنا اللي هو تذكر هذه سميناها A1 وهذه A2 وهذه A3 والربع عادلة. الأربعة تصير 16 والسالب 1 1 مربعها والاثنين مربعها 2 ونجمع 16 و1 17، 17 و4 كم؟ يساوي 21. ال 21 جذر أصم يعني إنه ما في عدد صحيح أضرب في نفسه يطلع الناتج 21، أتركه زي ما هو. إذا في إمكانية تبسيط ما في مشكلة، ما في إمكانية خليه زي ما هو. إذا طول المتجه AB في المستوى الإحداثي عفوا في الفضاء يساوي الجذر التربيعي 21 وحدة طول. مثال ثاني: أوجد طول المتجه AB الذي نقطة بدايته، مرة ثانية حدد البداية بـ A والنهاية بـ B وطلب إيجاد الطول. لإيجاد الطول أيضا سنستخدم مرة ثانية قانون الطول: إكسات فرق الإكسات تربيع زائد فرق الواي تربيع زائد فرق الزد تربيع، وكلها طبعا لا ننسى داخل الجذر التربيعي الكلي. ونتعوض 11 ناقص ناقص 5 هذه أول واحدة تربيع، اللي بعدها سالب 3 ناقص ناقص 5 تربيع اللي هي الثانية هذه، والزد سالب 1 ناقص ناقص 9 برضو تربيع. طبعا لا ننسى قاعدة الإشارات أن 11 بتصير زائدا هنا 5 وسالب 3 زائدا 5 وسالب 1 زائدا 9، ثم مع أعداد صحيحة. ممتاز، يصير عندنا والواحد كم؟ 16 عفوا 11 زائد 5 هذه 16، هذه خطأ بسيط، 2 تربيع زائدا 8. ثم بعد ذلك نربع طبعا ونوجد الناتج. نيجي الآن لموضوعنا الثالث اليوم وهو متجه الوحدة للمتجه في الفضاء. متجه الوحدة للمتجه في الفضاء. تذكر أيضا إحنا سابق وتحدثنا عن متجه الوحدة المتجه في المستوى الإحداثي. تذكرنا إن متجه الوحدة عندنا متجه الوحدة، متجه وحدة على الX، متجه وحدة على الY. هنا هيكون عندنا متجه وحدة إضافي اللي هو على أي اتجاه؟ اتجاه المحور طبعا اللي هو الزد. الزد. إذا إضافة لا أكثر ولا أقل. وبنفس الفكرة السابقة
متجه الوحدة يو بالاتجاه اللي هو يعني بنفس اتجاه اللي هو المتجه اي بي او طوله بكل بساطة. هذا يساوي المتجه مقسما على مين؟ على الطول، طول المتجه. اذا حتى استطيع ان احدد متجه الوحدة احتاج امرين، لازم اكتب اول شيء المتجه بالصورة الاحداثية، وايضا لازم ايش؟ احسب طول المتجه. بعد ذلك نقسم المتجه على العدد الحقيقي الذي يمثله الطول. وما دام انه متجه اذا معناها هو ليس متجه صفري، يعني هنا شرط مهم جدا لا يكون الاي بي متجه صفري، يعني طوله ما يكون صفر. اذا ما هو صفر اذا معناها القسمه هتكون معرفه. ناخذ مثال. المطلوب اوجد متجه الوحده باتجاه اي بي الذي نقطه بدايته، ومره ثانيه اعطانا نقطه البدايه اي سالب 3 سالب 7 سالب 12 والبي سالب 7 و1 و8. ومطلوب منا ان احنا ايش نسوي الان؟ نحسب او نوجد متجه الوحده. اذا مره ثانيه احنا ذكرنا قبل قليل نحتاج امرين. الامر الاول نحتاج نكتب الاي بي بالصوره الجبريه، والثاني بالصوره الاحداثيه عفوا، والثاني نحتاج ان احنا ايش نحسب طول المتجه اي بي، كلها باستخدام القوانين السابقه. طبعا الصوره الجبريه عفوا الصوره الاحداثيه للمتجه اي بي تكون اكس 2 ناقص اكس 1 واي 2 ناقص واي 1 زد 2 ناقص زد 1. اما بالنسبه للطول هو جذر التربيع الكلي لفرق اكسات تربيع زائد فرق الواي التربيع زائد فرق الزد التربيع. تعويض مباشر لاحداثيات البي والاي، ولاحظ معي هنا ان نقطه النهايه هي البي، اذا هي اللي نبدا فيها قبل الطرح، و الاي هي نقطة النهاية، إذا هتكون هي مين؟ البداية عفوا، هتكون إذا هي معناها الثانية في الطول. واضح جدا، سالب 7 ناقص ناقص 3 أول واحدة، 1 ناقص ناقص 7 اللي بعدها، ثم 8 ناقص ناقص 12، ونفس الشيء طبعا هنا، شوف نفس الأرقام لكن إيش؟ هتكون مضاف لها التربيع، التربيع، مربع. الآن بعد ما طبقنا قاعدة الإشارات صارت سالب 7 زائد 3 و1 زائد 7 و8 زائد 12. وتحت نفس الشيء. إلى الآن ما زلنا نستخدم نفس الشيء. ثم طبعا الآن اجمع سالب 7 زائد 3 سالب 4 و1 زائد 7 8 و8 زائد 12 20. ونفس الشيء تحت هنا، بس لاحظ أن هنا أحتاج إيش أسوي الآن؟ أكمل. هنا خلاص أوجدنا اللي هي الصورة الإحداثية المتجه. باقي الآن نحسب الطول. الربع طبعا ايش؟ السالب 4 تطلع 16، والربع 8 64، والربع 20 تطلع 400. ونجمع التربيعات ونشوف لعل وعسى ان تكون عدد له جذر صحيح. حتى لو ما له جذر، يعني 480 ما له جذر صحيح، لكن اتركها زي ما هي. وكل ما في الامر انك لاحظ معي المقدار اللي هنا للمقام يقسم على كل واحد من الاحداثيات حسب قانون القانون اللي اخذناه سابقا في قسمة اللي هي الصورة الاحداثية على الطول. تصير سالب 4 على الطول، 8 على الطول، و22 على الطول. ما هو هذا المقدار؟ ما هو هذا المتجه؟ هو متجه طوله وحدة واحدة. يعني لو جيت الآن ابغى احسب طول هذا المتجه بالاحداثيات هذه يطلع لي الناتج كم يساوي؟ 1. الميزة اللي فيه وهي ميزة كبيرة جدا، أن هذا المتجه الوحدة له نفس اتجاه المتجه الأصلي AB. إذا هو طوله واحد نعم، لكن له نفس اتجاه المتجه AB، وهذا يسمى متجه الوحدة. طيب ناخذ مثال ثاني. أوجد متجه الوحدة باتجاه AB الذي نقطة بدايته، وأعطانا المتجه AB نقطة البداية عند النقطة A 3 و5 و1 ونقطة نهايته البي 0 و0 وسالب 9. تطبيق أيضا مباشر على القانون، أنه عبارة عن نحتاج أول شيء في البسط نحسب الصورة الإحداثية للمتجه، وفي المقام نحسب طول المتجه AB. إذا هذه واحدة وهذه اثنتين. تعويض عن الإكس 1 والإكس 2 والواي 1 والواي 2 والزد 1 والزد 2، عوضنا عنها هنا وعوضنا عنها في المقام. ثم بعد ذلك طبعا هنا عبارة عن طرح أعداد صحيحة، 0 ناقص 3 ناقص 3، 0 ناقص 5 يطلع بسالب 5، وسالب 9 ناقص 1 يطلع الناتج كم؟ سالب 10. ونفس الشيء تحت، بس لاحظ أن هنا التربيع.
خلاص الآن فوق أوجدنا اللي هو مين؟ الصورة الإحداثية للمتجه، تبقى عندنا المقام نحسب الطول. طبعا نربع الآن الأعداد، سالب 3 بتصير 9، والخمسة سالب 5 تربيع تصير 25، والسالب 10 تربيع تصير 100. الإجماعات 9 و15 و25 و100 يطلع الناتج الجذر التربيعي 134، 134 جذر أصم يعني ما في عدد صحيح أضربه في نفسه، يطلع الناتج 134، إذا نبقى داخل الجذر التربيعي. ونقسم الآن على الإحداثيات، إذا في سؤال مباشرة نكتب السؤال في الدردشة. وهذا الآن هو إحداثيات متجه الوحدة في اتجاه المتجه AB. إذا هذا المتجه U طوله 1 وله نفس اتجاه متجهنا AB. لو جينا ورسمناه في الفضاء بيطلع بنفس الاتجاه، لكن الاختلاف الوحيد هو الطول. ما الذي درسناه اليوم في هذا الدرس البسيط والممتع؟ احنا درسنا الله فيكم اولا حساب الصوره الاحداثيه المتجه في الفضاء، وتعرفنا على ان اذا كان عندنا متجه AB ونقطه بدايته A ونقطه نهايته B، فان الصوره الاحداثيه لهذا المتجه، ولاحظوا معي الرمز هنا، شوفوا ما هو قوس، انما زي كذا يعني كانما زي علامه اكبر واصغر، هذه كانما هذه هيكون عندنا معناها ان هذا متجه، هذه الصوره الاحداثيه المتجه. طبعا الصوره الاحداثيه تحسب بالصوره التاليه، احداث x للنهايه ناقص احداث y للنهايه، x للنهايه البدايه عفوا، احداث y للنهايه ناقص احداث y للبدايه، احداث z للنهايه ناقص احداث z للبدايه، هذه الصوره الاحداثيه. ايضا تعلمنا حساب طول المتجه في الفضاء ايضا، وحسبناه بالصوره التاليه انه الجذر التربيعي الكلي لفرق بين احداثيات x تربيع زائد الفرق بين احداثيات y تربيع زائد الفرق بين احداثيات z تربيع، وحسبنا الطول. اخيرا تحدثنا عن ما يسمى بمتجه الوحده للمتجه في الفضاء، وقلنا ان الخصائص لهذا المتجه هو ان طوله 1، وثانيا انه بنفس اتجاه متجهنا الاصلي AB. وطريقة كتابة المتجه U هي أول شيء في البسط نحسب حنا أو نمثل المتجه الأصلي حقنا بالصورة الإحداثية ونقسم على طول المتجه. هذا هو درسنا اليوم، شكرا لكم.